ما زلنا مواصلين معكم في موضوع اليوم نحكيه عليه المقترحات متاعكم لارتقاء ببلادنا رغم الظروف الصعيبة، رغم بعض الصعود والنزول اللي تعيشوا بلادنا. الأكيد فما برشا منكم يعطيوا بعض الحلول اللي تنجم تعاوننا في سلوكنا وتعاملنا اليومي في عائلاتنا في الشارع مع صغيراتنا. شنو لازم نعلموهم، على شنو لازمنا نربيهم باش نبنيو مستقبل بلادنا. دونك تنجموا تشاركوا معنا في موضوع اليوم على نمرة 72 328 500. خليوا مساجاتكم لي كومونتير متاعكم على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي ولا باج البرنامج اغورا باي راديو ميد. نكملوا مع التليفونات ومعنا مدام منيره من الزهره. مرحبا. السلام يا اسامه. مرحبا مدام منيره، شنو احوالك؟ تحياتي ليك ولجميع مستمعي. بارك الله فيك. يعيشك يعيشك بارك الله فيك على اختيار الموضوع. يعيشك. شوف يعيشك، انا قلبي يوجعني برشا من الكلام اللي كنت نسمع فيه من زميلي اللي قابلي. من ناحيه أتنقل لك حاجات صحيحة وحاجات برشا يزم تصحيح. الإنسان معناتها يزم يخرج المجتمع سوي بجناحي. جناح فيه ولا بد علوم صحيحة، إعلامية، تكنولوجيا، بحوث تكنولوجيا صحي تعاون والله تخلص. والجناح الآخر لازم كله ريشة كله قيم إنسانية. والقيم يا أسامة رانا قريناهم، ابدا من مادة العربية اللي كان كوفيسيون كاتر كيف الفلسفة كيف الفيزيك والمات. سامحني إذا كان بعض الزملاء اليوم غش القاضي ردينه على الرعية ما يقريوش قد وإلا هما بيدهم فارغين. أنا بين قوسين زميلة بجنبي تعمر في الفيشة انديفيديوال تكتب اسمها حذامي هو حذامي ما نفقته بين عشاء. يعني إذا كان واحد ما يكتبش اسمه سليم إيش باش يصحح للتلميذ؟ يا خيرا نعلمهم التفكير العميق والتحليل والاستنتاج والمقارنة، تفكير علمي وهو يقرأ في الأدب ومشاعر للنصوص من المقفع لليوم. معناتها نجيب محفوظ مرورا بخير الدين باشا بالخطب السياسي الدينية كل شيء قريناه. أما هذوما ما يقراوش فيهم الصغيرات معناتها؟ لا مش الصغيرات، نحكي على التعليم الثانوي. التعليم الثانوي به يلزم يبدا يتكون. نمشي معاك من اللي هو صغير. يلزم اولا نعتبره اللي العمل مشترك بين الدولة عليها تحقيق العدل والعمران، عليها تحقيق السيادة للمواطن، عليها تحقيق التنمية، عليها معناتها خلق مواطن العمل لمن يستحقها. والعمل تو كان يقول زاد زميلي التكوين المهني. انا نعرف زملاء الفرنسيين يقول لك ولدي الفئة بنيس وهو يعمل في النجارة، احنا اللي نحقر المهن. وبالتالي يولي التلميذ الضعيف شوية يمشي للمهن. لو كان احنا نعزوهم ونقولوا مون كونفار واقف على معناتها شمليرة يبدلها البلومبيي ولا مسيو الشوفاجيست والكل ويجي هو بك البلوز، نحترموهم الكل. والله يظهر لي نفس الراي معناتها، حتى سلوت في حكي هكا معناتها احكي على اساس انه علاش ما يكونش فما من يقول لك نأيدوا في اشياء في التكوين المهني نأيدوا فيها وبالتوازي نعلموه القيم الأخرى والعلوم الصحيح بناء شخصية الطفل. تو نجيك من الصغير كيف نعلموهم احنا على الحكمة اللي تقول زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. انت اليوم ولدي عايش بسيارتي بداري بفلوسي، يلزمك تقرأ وتتكون وتكسب المال الحلال باش تكون. احنا والدينا كنا نمشيو على سقينا، واليوم الحمد لله ببيوت ملكيه ومالكين وعندنا سيارات وخدمنا وصبرنا. نعلموهم زادك القوله بتاع الصينيين، لا تعطيني سمكه علمني كيف اصطاد سمكه. لما التلميذ والطفل تعودوا الاعتماد على النفس على انه معناها يطمح يحلم برضا بصبر، يلزم يكون قنوع. زاده هذيك درجات الناس ما تعتديش على غيرك باش تفك له، ما تحسدوش. هالقيم الانسانيه هذه الكليكه تخليه كيفاش نعلم القناعه؟ خلينا نسالك مدام منى. هذيك ياكل في طابع شوكولات وانت تاكل في طمطومه، والاخر ياخذ في كعبه بسكوت نتاع دار، والاخر كيك نتاع الشارع. لازم تكون قنوع هذيك علاش تقدر، بل تقنعوا اللي ربما هذيك افضل. اليوم تلبس معناها الحذاء العادي مش لازم يكون سيني دي سنوبيزم هذاك ولا ما تو فو، والعباد قيمتها في عقولها مش في صبابطهم. سمحني تغلب صغيرك كي تقول لك والله كاش مره نسمعهم تقول لك يغلب يحب كيف صحابه، مش كل شيء كيف صحابه. ما يسوق السياره لما يعمل 18 عام، يخدم الجيش كي يعمل كذا، يخرج يسافر كي ياخذ رخصه من الوالدين. يعني نعودوهم على السلوك الحضاري والنفسيه لما تكون سويه وتكون معناها في سلوكه هكا متوازن، ويكون اللي تعمله انت تكون قدوه لابنك زاده.
ولا باش يقول دونك هذه من ناحية التربية، ولازم من ناحية التعليم وشنو نعلموا الصغيرات نتاعنا معناتها ايوه لبناء المستقبل، هذا هو. فوالا كي تقول له احلم سي با واخدم سي با بور غاني سون بان بور غاني سون بيفتيك، لكن في الحلال بالخير وراه قالوها. نعم معاك معاك فوالا، قلت لك ونختم ونقول لك كما تكونون يعني يولى عليكم لما تلقى الدولة شعب يحب يخدم، مش عطيني 200,000 شي يعملوا لي باش يقهوجوني، يعني تحب منحة من الدولة بورتو تحب تقهوج بها وتسوقر بها. يعني يلزم شبابنا زادة يقتنع اللي فما معناها جهد يلزم يبذلوا هو زادة، وفما واقع يلزم نقبلوه ونصبر على رواحنا شوية وما نعملوش كما قلت لك غضب واحد ردوه على الآخر، تتحسن الأيام بإذن الله، الناس على دين ملوكها، ملوكنا يكونوا عادلين، تو احنا نكونوا معناتها مواطنين سويين، إذا كان احنا نرضاو هكا معناتها بالخنوع وبالتواكل هو أخيب حاجة. فنختم ونقول لك إحياء القيم الإنسانية الإيجابية هي اللي تعطينا إن شاء الله مجتمع طيب وإنسان طيب. واضح واضح، شكرا لك، بارك الله فيك. كان ممكن نجموا تعديوا حتى مقطع واحد من أنفون دو تو بيي تاع أونري كوماسياس. واضح واضح، مقطع الأول حلو برشا. يعيشك بارك الله فيك، يعيشك مدام منيرة، شكرا لك، بارك الله فيك. تحية زادة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، قاعدين تتابعوا فينا على الفريكونس نتاعنا 104.1 93.5 و 100.0. كالعادة تنجموا تتابعونا تفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك راديو مان تونيزي ولا باج برنامج أكورا باي راديو مان. دونك نستناو الميساجات نتاعكم، نستناو لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك، نستناو زادة تليفوناتكم 72 328 500. اليوم نحكيو على موضوع الحلول المقترحات اللي تشوفوها أنتم الارتقاء ببلادنا، نحكي وزادة على شنو لازمنا نعمل باش نغيروا من سلوكنا، تعاملنا اليومي في عائلاتنا في الشارع مع صغيراتنا، شنو لازمنا نعلموهم، على شنو لازمنا نربيهم. دونك مازلنا مواصلين معكم في أجورا، خليكم مع صوت والكفوري، بحبك أنا كثير ورجينا.